أنا فرح مصممة أزياء، رح نشوف كيف نزين طاقية بلزقات. نحتاج طاقية، لزقات أواعي، ربطة شعر عليها كالكول، إبرة وخيط، مقص ومكوى. منمد الطاقية ومنثبتها بإيدنا. منحط الستيكر على الطاقية ومنبلش نكوي. نقدر نستعمل مكواية بخار أو مكواية عادية. منقص الربطة المطاطية عن الكالكول. مندخل الإبرة بالطاقية ومنعمل عقدة. بعدين مندخل الإبرة بالكالكول ومنعقد الإبرة بالطاقية كمان مرة ومنضلنا نخيط عبين ما يثبت. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وكومنت تحت. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.